السلام عليكم أحبائي، اليوم بدنا نعمل لحمة بعجين على الطريقة اللبنانية. خلينا نبلش بمقادير العجينة. بالأول معانا 4 كواب دقيق، نحط عليهم ملعقة خميرة كبيرة، ملعقتين سكر، منقلبهم. منحط عليهم 4 ملاعق زبادي. وكوباية مي بحرارة الغرفة، مش ضروري تكون دافية، بحرارة الغرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبلش نعجن العجينة تاعنا. بعد ما لمينا العجين كله مثل ما نكون شايفين، منحط ملعقتين زبدة مثل ما اننا شايفين، ومندخلهم هيك. منضلنا نعجن فيه وندخلهم ببعض لحد ما ياخدوا على بعض كتير منيح. وبعد ما لمينا العجينة كلها بالزبدة مثل ما نكون شايفين، رح نرش شوية طحين على الخامة وننزل عليها العجين منشان نعجنه. كل ما دعكت العجين أكتر كل ما أخدت نتيجة أفضل. وهي العجينة مثل ما نكون شايفين، شفتوها كيف متجانسة، شفتوها كيف ناعمة، كتير ناعمة الملمس. رح وهيدي العجينة خلصت، رح حط شوية زيت بأرض شوي مش كتير، شي تقريبا ملعقة، وبعدين بشيل العجينة حطها هون وبغطيها بالنايلون الغذائي وبتركها تاخد من ساعة لساعة ونص على حسب الحرارة. وهيدا العجين معانا منشان اللحمة بعجين. بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل الحبة قد هيك. نحن بهيدا الوقت بعد ما حطيناهم كلهم هون رح نتركهم شوي تيرتاحوا، نغطيهم. بكون انا بهالوقت بجهز اللحمة بعجين. عندي 250 جرام لحمة، عندي بصلة، عندي طماطمية. انا اخذت طماطمية كبيرة، معاي ملعقة 7 بهارات، وملعقة ملح، وشوي مش كتير شوي من الفلفل الأسود. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. ندعكم مع بعض هيك.
خلطتنا هيدي مقاديرنا على قد العجين اللي نحن عملناه. خلوا اللحمة متساوية مع البندورة والبصل، طماطم يعني بندورة، خلوا اللحمة متساوية معاهم كرمال إذا عملتوا لحمة أكتر اللحمة بتدب يعني بتشمر، فحتلاقيها هيك صارت صغيرة بقلب العجينة كرمال تطلع المقادير مظبوطة. خلوهم يكونوا قد بعض أكتر. خلصنا نحن هيك لحمتنا جاهزة، نبتدي نعمل العجين. إذا نرش شوية طحين وبنبلش. نعمل كذا وحدة مع بعض. وهيدا عملنا العجينات جهزناهم. ناخد من حشوة اللحم اللي عملناها بنمدها بهاي الطريقة وما بنجيب على الأطراف، ما بنخلي الأطراف تلمسهم اللحمة. وبعدين نبتدي نعمل هيك. نشد علي على تحت بهالطريقة هاتي. هاي الصينية مدهونة بالزيت، أنا رح أبلش حطهم وحدة جنب وحدة لحد ما أخلص. نعمل كمان وحدة قدامكم. هاي اللحمة نفردها هيك، ما منوصلها على الأطراف، والعجينة وبنضغط عليها لتحت، منلف وبنضغط. وأنا هيك خلصت أول صينية، رح أدهن طراطيفها بالبيت. إذا ما بتحبوا تدهنوه بالبيت عادي يعني ما فيش مشاكل، بس إحنا بنحاول نجيب البيت بس على العجين، ما نلمسه باللحمة بالحشوة اللي جوا. كتير طيبة كتير رح تعجبكم.
هاي حطينا عليهم كلهم بيض، هلا مندخلها بقلب الفرن. يعني هي ما إلى وقت محدد، من 10 دقايق ل15 دقيقة. انت بتشيكي عليها بتشوفي لو استوت من تحت بتولعي على الوش من فوق. وهاي الصينية طلعت من الفرن بعدها سخنة، شفتوا منظرها؟ ريحتها بتشهي. وهاي اللحم بعجين خلصت معانا، حطيتهم على نار متوسطة. بالأول شفتهم من تحت، لما لقيتهم استووا حطيت من النار من فوق. بس طبعا الصينية لما بحط النار من فوق، الصينية ما بتكون قريبة لفوق، بتوطيها لتحت كرمال تستوي اللحمة على الوش. لو بتشوفوا ريحتهم قد ايه بتشهي وقد ايه ريحتهم ذكية وطيبة، بتمنى منكم تجربوها. وسبسكرايب شير ولايك، وبشوفكم المرة الجاية. السلام عليكم.